بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في صلاة الجماعة وما جاء في من خرج يريد الجماعة فوجد الناس قد صلوا. ما زلنا في كتاب الصلاة، وهذا باب جديد بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله عن الترغيب في الصلاة في أول وقتها. فكأن سائلا يسأل يقول: بعد أن رغبتنا في الصلاة في أول وقتها فأين نصلي؟ من الناس من يصلي في بيته، ومنهم من يصلي في محل عمله، ومنهم من يصلي في المسجد، فهل يستوي هؤلاء جميعا؟ فلذا عقد هذا الباب يقول: الترغيب في صلاة الجماعة وما جاء في من خرج يريد الجماعة فوجد الناس قد صلوا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث. تقول، يعني الملائكة تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، جزاك الله خير. ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. هذا الحديث العظيم من الأحاديث التي تبين قدر صلاة الجماعة وعظم شأنها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف، وفي بعض الروايات تضعف، على صلاته في بيته وفي سوقه 25 درجة، وفي رواية 25 ضعفا. تضعف أو تضعف أي تزاد، وهذه زيادة على الدرجة الواحدة التي يحصلها الإنسان لو صلى بمفرده. فكأن الذي يصلي بمفرده أخذ درجة، أو يعني هذه الحسنات التي أخذها في صلاته يزاد عليها 25 أو 27 لمن صلى في جماعة. صلاة الرجل في الجماعة تضعف أو تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 درجة أو 27 درجة. في هذا الحديث العظيم بيان فضيلة صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصلاة في الجماعة تزيد على الصلاة، على صلاة الإنسان المفرد 27 ضعفا أو 25 ضعفا. ولعل سائلا يسأل فيقول: 25 ولا 27؟ كيف توجه الاختلاف في الروايات؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله والإمام النووي وغيرهم بيّنوا كيف يكون الجمع بين روايات الحديث. ومن العلماء أيضا كما سنذكر من جمع جمعا آخر سوى ما سنذكره. فمن العلماء من قال: هذا بالنسبة للصلاة الجهرية، يعني 27 بالنسبة للصلاة الجهرية و 25 بالنسبة للصلاة السرية، وهذا توجيه ابن حجر رحمه الله، الحافظ ابن حجر. وأما الإمام النووي فقد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 25 ثم أعلمه الله بالزيادة فذكر 27، وهذا جمع الإمام النووي. ومنهم من قال: هذا يختلف من إنسان لآخر بحسب الخشوع في الصلاة،
بحسب الخشوع في الصلاة يختلف الأجر ويختلف الثواب. صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعف. من العلماء من قال صلاة الجماعة ركن، أو الجماعة ركن في صحة الصلاة، شرط في صحة الصلاة، بمعنى من صلى بمفرده صلاته باطلة وهو آثم. أنا عايزكم تصحصحوا معايا شوية عشان المسألة دي مهمة. صلاة الجماعة من العلماء من ذكر أنها شرط لصحة الصلاة، بمعنى من صلى بغير جماعة صلاته باطلة وهو آثم، من صلى منفردا فصلاته باطلة وهو آثم. ومنهم من قال الجماعة في المسجد واجبة، فلا يصح ولا يجزئ أن يصلي في بيته أو في سوقه. والراجح من هذه الأقوال والله أعلى وأعلم أن الجماعة واجبة، ولكن من صلى منفردا صحت صلاته مع الإثم، ومن صلى جماعة غير جماعة المسجد أيضا صحت صلاته مع الإثم. هذا الحديث دليل على عدم اشتراط الجماعة لصحة الصلاة، فالجماعة واجبة نعم، ولكن لو تركها صحت صلاته، ولكن هو آثم بتضييع الجماعة. يعني واحد أذن المؤذن فتوضأ وصلى في بيته، يبقى كده صلى جماعة ولا منفرد؟ صلى منفرد. من العلماء من قال صلاته هذه باطلة وهو آثم، ومنهم من قال لا صلاته صحيحة وهو آثم لتضييعه الجماعة. وليست الجماعة ركن أو شرط من شروط صحة الصلاة، وبالتالي فمن صلى منفردا صلاته تصح، ولكن يأثم على تضييع الجماعة. وبعضهم اشترط المسجد كما ذكرنا، يعني قالوا لو صلى في المنزل جماعة أو صلى في السوق مثلا أو في محل العمل جماعة بغير عذر فهي باطلة أيضا، والجمهور على صحتها. الجمهور على صحة من صلى جماعة في غير المسجد، يعني أنت صليت مثلا جماعة بزوجاتك مثلا وأولادك في المنزل، أو صلوا جماعة في محل العمل، جمهور أهل العلم على أن هذه الجماعة صحيحة، ولكن ليس له الثواب الكامل، لأن هذا الثواب لمن صلى جماعة فين؟ في المسجد. هذا الثواب لمن صلى جماعة في المسجد. ولكن لو كان الإنسان معذورا فصلى في بيته فلعله لا يأثم إن شاء الله. معذور يعني إيه؟ يعني إيه العذر؟ إيه العذر؟ إنه حاجة من اتنين، يا خوف يا مرض. جوع؟ لا، ده من الأعذار التي تترك لأجلها الجماعة. لكن الخوف الذي يمنع الإنسان من النزول مثلا، خوف عدو مثلا ونحو ذلك، أو خوف حيوان يضره، أو مرض يكون الإنسان مريضا لا يستطيع أن ينزل إلى المسجد. ومن العلماء من يؤول الحديث فيقول يعني من صلى في بيته معذورا يعني فإنه يأخذ درجة واحدة من 27، وأما البطلان فيحمل على من صلى منفردا بغير عذر. وكما ذكرنا لا تشترط الجماعة لصحة الصلاة، وإن كانت واجبة يأثم من تركها بغير عذر. يقول صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. هذا من التحفيز والتحميس للمسلم كي يحافظ على الصلاة بزيادة الدرجات وبيان الثواب الأخروي، لأن الإنسان لا يهم بالعمل ولا يحرص عليه إلا إذا علم الثواب. ولو قارنا هذا بحرص الناس على الدنيا وعلى الأموال لظهر لنا أن الصلاة خف ميزانها عند كثير من الناس. يعني لو اتقال لواحد لو صليت في المسجد مثلا هتاخد حوافز مثلا 27، ولو صليت في البيت هتاخد 1%، هيعمل ايه؟ هتلاقي كل الموظفين بيجروا على المساجد، مش هتلاقي مكان، مش هتلاقي حد بيصلي في البيت ولا في الشارع، كله حريص على أن يأخذ هذه المكافأة. فالثواب أعظم بلا شك، الحسنات أعظم، أن يحرص الإنسان على الحسنات. من فوائد الحديث أن الإنسان الذي يمشي إلى المسجد كما في الحديث هنا ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة.
المشي إلى المساجد، المشي أيا كان يعني لا يتعلق به ثواب ولا عقاب، المشي مباح، ولكن هذا المشي الذي يخرج الإنسان من بيته ليصلي يؤجر عليه، كما في حديث يزيد بن أبي مريم قال: لحقني عباية ابن رفاعة ابن رافع وأنا أمشي إلى الجمعة، فقال: أبشر فإن خطاك هذه في سبيل الله، فإن خطاك هذه في سبيل الله. سمعت أبا عبس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار. من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار. يبقى المشي في الجهاد في سبيل الله، المشي في طلب العلم، المشي في تحصيل جماعة للصلاة، المشي في صلة الرحم وزيارة الصديق والصاحب في الله، كل ذلك يندرج تحت هذا الحديث: من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار، يعني يحرم الله عز وجل هذه الأقدام على النار. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء فيه إشارة إلى استحباب إحسان الوضوء بالحرص فيه على الاتباع، يعني أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. الخطوة الواحدة ترفع درجة وفي نفس الوقت يحط بها خطيئة، الخطوة الواحدة بها الأمران، وهذا من فضل الله عز وجل. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. يعني طبعا أنتم مأجورين اللي أنتم مستنيين الدرس مع التأخير بتاعي، لكن ربنا يعلم أنا طالع من الساعة 7 إلا ربع تقريبا، فالسكة صعبة جدا وأزمة البنزين وغيره، طرق كتير واقفة، فلعلكم إن شاء الله قد حصل لكم هذا الثواب: لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى. أنت طول فين أنت تنتظر الصلاة أو تنتظر مجلس العلم فالملائكة تصلي عليك، يقولون: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. وده من أصرح الأحاديث التي تبين كيفية صلاة الملائكة. لما نقول الملائكة تصلي على فلان، ما المراد بصلاة الملائكة؟ لو قدامك اهو بقى استغفار ايه، ما هو الله. طب ما انا اسف انا غلطان، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، يعني هذا من دعاء الملائكة لعباد الله الصالحين. وفيه بيان بعض وظائف الملائكة، وفيه بيان بعض وظائف الملائكة وحب الملائكة لعباد الله الصالحين وحرصهم عليهم والدعاء لهم والاستغفار لهم. ولذا المسلم يحب الملائكة ويتمثل بأفعالهم من طاعة الله عز وجل. ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. يعني إيه لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة؟ يعني أنت طول ما أنت قاعد في المسجد تنتظر الصلاة، يبقى يكتب لك ثواب من يصلي. يعني أنت صليت مثلا المغرب وقاعد تنتظر العشاء، يبقى الوقت ده يتكتب لك فيه ثواب صلاة. شوفوا الأجر عظيم إزاي، يعني له ثواب مثل ثواب المصلي إذا جلس ينتظر الصلاة ما دام في مصلاه، يعني في المسجد، ولا يلزم البقاء في نفس المكان. بعض الأخوة يقول لك: أقعد في نفس المكان. ما يلزمش ما دام في مصلاه في المسجد عموما، ما لم يحدث، يعني ما لم يخرج منه شيء من الأذى كالريح وغيره، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، لأن الملائكة تتأذى بما مما يتأذى منه بنو آدم. ما لم يؤذي فيه، ما لم يؤذي فيه، وفي بعض الروايات ما لم يحدث، وفيها أيضا ما لم يؤذي فيه. المشكلة ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، يعني خرج للصلاة فحسب لم يخرج لغيرها. يعني يكفي هذا القدر، ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم، وسامحوني على التأخير، إن شاء الله يعني لن يتكرر في الأيام القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.